اسمي عائشة حمدة محمد، من قرية قبرة شبير، عمري 43. طلعنا من الجرية، صار ضرب، استحلت تركيا المناطق اللي فوقنا، صايرة نقل هوا بعيرير، هاي كلها قريبة علينا يعني. صار ضرب طيران وصار غذايف وهجينا وطلعنا من بيوتنا، صرنا اليوم 4 سنين هنا بتلتمر. قبل أوضاعنا والله كنا زين، كنا غنم وأراضي ومرتاحين وببيوتنا وما بي أي مشاكل يعني. يعني الطالب اللي يدرس يروح على دوامه، العدها غنم هادتنا، لما الموظف يروح على دوامه، كنا مرتاحين يعني. فوق هالشيء هذا كله حتى لو كانت الأوضاع مي زيادة كنا مرتاحين. أما تدهورت بعد الهجيج، وضع يعني انتزع بنو، لا ظلت قنم ولا ظلت أراضي ولا ظل بيت أساسا. عندي 5 بنيات وليدين، الثلاث بنيات والوليد قبل الهجة كانوا يدرسون بطلوا، شوية إهمال منهم من الأهل ومنهم، وثانيا ما قدرنا ندرسهم يعني. الشغلات الملتزمين بها مثل لباس او كتب او قلومه او دفاتر ما كنا نقدر نجيب لهم ولا شيء. فقاموا بس ظلت وحده تدرس مع حد السنه، والولد صغارين زادينا يعني ايش لباس وايش حاله، بس تعرف يقرون يكتبون يعني. اذا واحد يعني يريد الراحه لازم يكون منطقته يعني، على اراضيه وعلى بيته. تلتمه مقصف الخيمه، صالة أعراس، السكن مقابل الإيجار يعني، بس إنه مشمل لأن ما نقدر ندفع الإيجار يعني. لو نقدر ندفع الإيجار يمكن قعدنا ببيت زادينا وارتاحينا أكثر يعني. يصيرون عروس، يصيرون اجتماعات، بديش تحملين يعني. أنت ليش هلأ ما فيكي ترجعي على قريتك وبيتك؟ ما بأمان يعني، إذا جيش المستحلين يعني مقابلش طاخ وطيخ، شلون ترجعين يعني؟ وعندك اطفال صغار وعندك بنات وعداش عن المعاش زادين، بيت ما بي يعني. البيت عمرناه قبل ما نطلع بسنه، ما اقول لك القذيفه جت فوق وخسفت ولا، بس هدت منه ورش، الورش الثاني زاد تبخش وقام ونهد عادين على المطر ونهد. اني اطالب باراضينا ونرجع لمناطقنا، وانه الدول العربيه لازم كلها تكون ايد واحده زينه يعني، مو مثل يقول خيار وفؤوس، لازم كلها الطالب يعني. العالم تشرد، ضاعت العالم يعني، معاش ما عاد تقدر تعيش. احنا اكبر ضحايا الحرب، احنا المواطنين اكبر ضحايا الحرب، خصوصا احنا يا اهل القرى. احنا لا مثل يقول تعلمنا كنساء خياطه او تعلمنا صنعه او درسنا، اهاليتنا درسونا تنصير موظفين ونقول ما عليش، احنا نعيش برواتبنا يعني. احنا الفلاح صار اكبر ضحايا الحرب يعني. الفلاح شي يعرف يقضب كاروكو، بس راح من الكاروكو ايش ظل؟ ما يعني احنا اهل القرى احنا اكبر ضحايا الحرب. هسه حتى لو واحد يقول لنا ارجعوا على الجريه، ما نوقف الضرب، ما بيضرب، ارجعوا، صارت منطقه امنه. اذا ما ترجع القوع شلون يعني؟ ورجعت على الجريه، لا كهرباء، واني فلاحه وعلى الكاروك، شلون شرد سايبه الجري؟ لا ارض ازرعها، اقعد قاب على الحيطان ادحق عليه، لا عندي صنعه اشغلها، لا ما بي معاش ثاني غير الفلاح يعني. صار اكبر ضحايا الحرب، النساء اكبر ضحايا الحرب يعني. النساء اذا مثلا قالوا لك مثل الحزين المناطق المحتلتها جيش الحر، قالوا يلا كل واحد يرجع على بيته. يا ترى المرأة تقدر تعيش بين ناس غريبة ما تعرفه، من كل واحد من كل دولة؟ ما تقدر. المرأة تقدر تمشي بكيفها؟ ما تقدر تمشي يعني، بشارع ما تقدر تمشي، حريتها متقيدة يعني. ايه يعني اقول لك الناس الاراضيها محتلة، اذا قالوا لها ارجع اخي وما ظل حرب، بس كل واحد مكانه مثلا يعني. بالنسبه اذا رجعت المراه ما مظلومه، كل واحد من دوله يعني، ما لا عاداتهم ولا يمكن ولا دينهم ولا ابد بنوم.
الحل الأنسب إنه تركيا تطلع وكل يرجع على مكان هيش أريح للكل، للمرأة ولا للزلمة ولا أو للولد أو للبنت. يعني قد ما إنه قعدت مكان راقي وتطورت، مثلا تطورت كلباس وكدراسة وكمعاش، يعني ما تزبط معانا. لازم الكل يدحق على وضعنا ويدحق على، مو بس ينظر والله اليوم صارت طرفين، هذا شكل وهذا شكل وهذا بده وهذا ما بده. يعني ما حدا قاعد يقول والله الأمم بعثت معينة أو الدولة الفلانية بعثت مساعدة أو شلون الشغلة، مين موضوع مساعدة؟ يعني ما سمعنا حدا مات من الجوع، ولا شالوا جنازة حدا قال والله مات من الجوع، لا. بس تا يجي يشوفون الأوضاع شلون عن المخيم، أنا أحكيش إحنا ما تجينا معينة، بس روح شوف أوضاع المخيم شلون، امشي بيها أنت وشوفي. إذا ما لقيتي كل واحد قدامه بركة مي سيان وابنه يغسل بيها، وشوف المعارب وش يصير. أنا حملها كلها للتركية، إحنا كنا مكيفين بنعيم، صحيح عندنا ناس متطوعة وحزب، يعني ما 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 وعدنا بأمور كثيرة. أتوقع لو تتركنا الناس اللي تحتنا وضعنا يصير أحسن، أحسن بكثير، لأنه وعدونا مشاريع كثيرة. وكنا يعني عندك ما أقول لك الأمي، المرأة لها شغلها وزلمها له شغله ومشاريع، وصحيح مشاريع صغيرة بس تساعد زلين. وأتمنى أنه أي واحد يسمع هالصوت يعني ينظر للوضع الاجتماعي أكثر من المعيشي.